بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. معكم محمد الشاعر من اي تي اوت بريك، العلم بين ايديك. النهارده جايين نتكلم على موديول 4، بنتكلم على المانجنج يوزر اند سيرفيس اكاونتس. هنتكلم شويه عن اليوزر وعن البورس اللي بتطبق عليه من خلال الباسوردز، مش البورس هي بتتعمل من خلال الباسورد، لا قصدي يعني ان الجزئيه الخاصه بالباسورد. تمام، هو عايز يتكلم شويه حاجات كده عن الباسورد عشان عايز يوصل لحاجه معينه. يعني هتيجي تقول لي ما احنا عارفين يا باشمهندس موضوع الباسورد دوت، واحنا يعني خدناه قبل كده. انا عارف، بس هو عايز يوصل لحته معينه، فعشان لما يوصل للحته المعينه دي لازم يقعد يرغي شويه في الحاجات القديمه. طيب، من الحاجات اللي انا مش هشرحها او هعديها كده يعني كاني ما شفتهاش، هي الكومنت بتاع السي اس في دي اي والكومنت بتاع ال دي اي اف دي اي. والكومنتس دي كنا خدناها في الكورس او في التراك بتاع 410، لما كنا بنتكلم ازاي نعمل امبورت والاكسبورت اليوزرز وكل الاوبجكتس الموجوده عندنا في الدومين الاكسل فايل او سي اس في فايل. الفايل ده بيخلينا نقدر نعتمد على الريبورتس المطلوبه مننا في الشغل. في بعض الاحيان هتلاقي في الشغل مديرك بيقول لك انا عايز اعرف عندي كام جهاز كمبيوتر، عايز اعرف كام يوزر، الادارات، عايز تفاصيل. التفاصيل دي ممكن تجيبها من خلال الاكتيف دايركتوري، من خلال الكومنتس دي كنا خدناها في 410. ممكن ترجع للحلقه دي وتتفرج عليها. معظم البرودكتس اللي شغاله في السوق اللي بتعتمد على الريبورتس الخاصه بالاكتيف دايركتوري زي المانج انجن هتلاقيها في داخلها. لو انت جبت واحد فتح لك البرنامج ده من الداخل تشوف بيعتمد في ايه على الاوامر بتاعته، هتلاقيه بيعتمد على الحاجات اللي زي اللي احنا بنشرحها ديت. من ضمن الحاجات الجميله جدا انك تتقن بعض الاوامر اللي زي دي، انك هتيجي تلاقي ان المدير بتاعك، الناس بتوع المراجعه في كل حته كده، تلاقي واحد مثلا تلاقي له واحد زي حازم حسن يبعت له ناس محاسبين او ناس اوديتورز مراجعين. المراجعين دول بيكونوا دارسين اي تي، فبيجوا يعني يفتشوا على الناس بتوع الاي تي الموجودين في هذا المكان علشان يعملوا اوديت عليهم او يعملوا مراجعه عليهم علشان يشوفوا هل الشغل اللي هم ماشيين بيه ماشيين بشكل صحيح، ماشيين وفقا للمعايير اللي وضعها مايكروسوفت او الشكل اللي المفروض يكون موجود، ولا شغالين كده بلدي. فييجوا مثلا يفتحوا الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، يبص فيه كده، هو عنده شويه ستيبس بيبص عليها، فيجي يلاقي مثلا عندنا 3 يوزر، يفتح واحد منهم يلاقي الانفورميشن بتاعته فاضيه زي ما انتم شايفين كده. تمام، كل الانفورميشن دي فاضيه. فمن ضمن الحاجات الاساسيه في هذه الجزئيه ان انت لازم يكون عندك قاعده بيانات كامله عن اليوزر، فبالتالي لازم اليوزرز يملوا المعلومات بتاعتهم دي. ف الادمنستريتور اللي مش عارف كويس المنهج اللي هو ذاكره ايام ما كان بياخد ام سي اس اي وات ايفر ايه هي، بيروح على طول عامل اكسل فايل كده ويروح يبعته على الموظفين. الاكسل فايل ده فيه كل الاتريبيوتس بتاعت الاكتيف دايركتوري بهذا المنظر، ويجي يقول لهم يا جماعه لو سمحتوا كل واحد يكتب البيان الخاص بيه قدام الخانه، يعني مثلا التليفون نمبر اكتبه، الايميل بتاعك اكتبه، الويب بيج بتاعتك اكتبها، اكتب لي كل التفاصيل. وياخد هو بقى ايه، هو بقى راجل السيستم ادمنستريتور الجامد بقى اللي موجود في المكان وعنده شويه ناس شغالين هيلب ديسك غلابه يعني لسه بيذاكروا، طالع عينيهم عاملين جايبين بقى الحلقات بتاعت محمد الشاعر علشان يذاكروا ويبقوا زي راجل السيستم ادمنستريتور ده. فالراجل ده بعد ما عمل الفكره الجهنميه الجامده اللي مفيش حد عملها قبله دي، موضوع الاكسل فايل اللي فيه الاتريبيوتس بتاعت اليوزرز والاوبجكتس الموجوده عنده، وخلى اليوزرز يملوها بايديهم او يملوها من خلال الاكسل فايل ويبعته له ميل، راح بقى ادى الفايل ده للناس اللي هم بتوع الهيلب ديسك واداهم بيرميشن ان هم يخشوا على الاكتيف دايركتوري بهذا المنظر، وقال لهم بقى بص يا جميل، تخش تسيرش على واحد واحد، تدور على يوزر 1، تكمل باقي المعلومات بتاعتك بايدك كده واحده واحده من الاكسل فايل اللي انت واخده من الموظفين. نظرا لان هذا السيستم ادمنستريتور لم يدرس جيدا ومش عارف شغله كويس، قدر كذا واحد كذا موظف تانيين موجودين عنده في الاداره، وربما يكون الشركه اللي هو شغال فيها شركه كبيره فيها 5000 موظف او 10000 موظف او اكتر، هو قدر الناس دي وعذبها وخلاها تشتغل شغل
زي انا ما بشبهه هو الحفر في الرمل، يعني تروح في صحراء كده وتقعد تحفر، لو يعني قعدت عمرك كله تحفر هتفضل تحفر في الرمله وهتلاقي رمله تاني، يعني مش هتوصل لنتيجه. فهو اللي عمله عمل كده. لكن انت ممكن من خلال الكومنتس دي ان انت تعمل الاكسل فايل بشكل معين، والاكسل فايل ده تبعته للموظفين، والموظفين يملوه بالشكل اللي انت قلته. فلما الناس تبعت لك الفايل مملي بالبيانات، بقى خلاص البيانات بقت كامله، تروح انت عامل ران لكوماند على الباور شيل، والكوماند ده امبورت كل الداتا اللي موجوده في قلب الاكسل فايل دوت جوه الاكتيف دايركتوري بمعلوميه اسم اليوزر. فبالتالي حضرتك شغلت الموظفين، يعني الحاجه اللي كان شخص واحد هيملى داتا بتاعت 5000 موظف او 10000 موظف، لا انت خليت ال 5000 موظف كل واحد فيهم يعمل ما يخصه هو، فبالتالي الشغل اللي عملوه اخد 5 دقائق. وانت خدت كل ال 5000 دول ورحت عامل ران للكوماند على الباور شيل، فعملت له امبورت جوه اليوزرز الموجوده عندك، فالاتريبيوتس اتملت بالداتا المطلوبه، وبالتالي انت وفرت الشغل. مش المفروض ان الناس اللي قاعده عندك دي علشان هم قاعدين ما بيعملوش حاجه، الشغل متقفل، الانفايرمنت عندك ماشيه ستيبل، فالناس دي قاعده ما بتعملش حاجه، مش المفروض ان هم عشان قاعدين ما بيعملوش حاجه ان انا اقدرهم. لا، احنا ممكن نشتغل بذكاء، مش نشتغل بجهد عالي، لا نشتغل بذكاء علشان نوفر الجهد العالي ده لحاجات تانية. ممكن نقعد نعمل situations او case studies ممكن نطبقها على virtual environment ونقعد نجرب مع بعضينا، بحيث ان احنا ننهانس السكيلز اللي عندنا، مش ان احنا نقعد ندفن نفسنا في ان احنا نقعد ندفن في الرمل، عفوا نحفر في الرمل. طيب ما علينا، خلينا بقى نتكلم على الحته بتاعت السكيورتي بوليسي. سيادتك لو عايز تعمل بوليسي على الجهاز عند حضرتك، ممكن نفتحه من هنا كده في ران، نكتب gbedit.msc، انا كتبتها على الجهاز اللوكال بتاعي، او ممكن اكتبها جوه السيرفر مفيش اي مشكله. الجي بي اديت دوت ام اس سي ديت دي بتفتح لك حاجه اسمها اللوكال جروب بوليسي اديتور. اللوكال جروب بوليسي اديتور دي بتمكنك انك تقدر تعمل كرييت لبوليسي على الجهاز بتاع حضرتك. ونظرا لان الموضوع ده مرهق، فعلشان كده اخترعوا الجروب بوليسي اللي موجوده على الدومين، يعني بدل ما تقعد تكرييت البوليسي اللي انت عايزها على اليوزرز جهاز جهاز، لا انت بتروح تعملها على الدومين، والدومين بيابلاي على كل الاجهزه اللي تحت الاي اللي متطبق عليها الجروب بوليسي. طبعا انا بتكلم زي ما قلت لكم قبل كده بشكل مختلف، لان الكلام ده كله الناس سمعته في 410 كورس 410. طيب في الويندوز في الكمبيوتر كونفيجريشن، لو فتحت الويندوز سيتنجز هتلاقي حاجه اسمها سكيورتي سيتنجز، هتلاقي جواها حاجه اسمها الاكونت بوليسيز، هتلاقي جواها تاني حاجه اسمها الباسورد بوليسيز. المفروض انت بقى تبقى فاهم الكلام دوت خلاص، يعني بعد التكرار وبعد انك شفته كذا مره انت لوحدك خلاص بقيت فاهم انت تقدر تفتح الحاجات دي منين بسهوله، ما تقعدش تسيرش على جوجل يعني. طيب في بعض المعايير المحطوطه هنا لوضعيه الباسورد، لان المفروض ان سيادتك تضع المعايير دي في الباسورد عشان تامن المستخدم من ان الباسورد بتاعته تتسرق، وفي نفس الوقت علشان تجبر الموظفين ان هم يتبعوا هذه السياسة من خلال تغيير الباسورد مثلا بعد كل فترة معينة. طيب اول حاجة عندي هي الانفورس باسورد هيستوري، يا ترى المطلوب من الراجل اللي هو بيكتب الباسورد، يعني مثلا انا هفتح نوت باد كده، انا جيت عملت الباسورد بتاعتي هي مثلا باسورد، جيت طلبت مني اعمل باسورد تانية، فهعمل باسورد 1، هعمل باسورد تالتة باسورد 2، جيت تاني اعمل باسورد رابعة هعملها باسورد بس. انا هنا في الاوبشن دوت بتاع الانفورس باسورد هيستوري بطبق بوليسي تخلي اليوزر يمنع يستخدم اول باسورد كتبها اللي هي كلمة باسورد دي الا بعد عدد معين من الباسوردز اللي بيكتبها. فانا هاجي اقول له هنا مثلا لو سمحت لا خليها بعد 5 باسوردز، فيبقى لازم اليوزر يعمل كده
باسورد 3 1 2 3 4 باسورد 4. يعني بعد اليوزر ما يعمل باسورد لنفسه خمس مرات، مره باسورد، مره باسورد 1 باسورد 2 3 4 وات ايفر، انا بديك مثال يعني وات ايفر ايه هي اسم الباسورد، بعد ما يخلص الخمس مرات دول هو يقدر يرجع تاني الاول باسورد يكررها ضمن الباسوردز بتاعته. تمام. بنعمل الموضوع دوت لان اليوزر ممكن مثلا يعني انا مثلا ابني اسمه ادم، فاجي اعمل الباسورد بتاعتي فسميها ادم، تيجي تطلب مني غير الباسورد اقول لك ادم 2، اقول لك ادم 3، ارجع تاني اقول ادم. فالراجل اللي بيحاول ياتاك عليك، اللي بيحاول ياخد اليوزر بتاعك، ما هو عارف خلاص ان اليوزر بتاعي اسمه محمد دوت الشاعر، وانا راجل ادمن في الشركه، فلو خد مني الباسورد بتاعتي هيقدر يخش ياكسس على كل حاجه ويدي لنفسه صلاحيات في الحاجات اللي انا مقفلها عليه، ف او حتى ممكن يكون عايز ياخد الكلام ده عشان يخرب. ف اول حاجه هيتوقعها ان هو يكتب اسم ابني كباسورد، او يكتب تاريخ ميلادي، او يكتب رقم العربيه بتاعتي، يكتب رقم الموبايل بتاعي، يعني يكتب الحاجات الكومون، الحاجات اللي انا ممكن اكون كاتبها كباسورد ليه. فبالتالي انا عايز اجبر الموظف ان هو ما يكتبش حاجات متوقعه ليه علشان ما حدش ياتاك عليه او ما حدش يسرق الباسورد بتاعته. فازاي احكمها؟ ان انا افرض عليه ان هو ما يرجعش للباسورد الاساسيه اللي بعد كتابه 5 باسورد، فبالتالي انا بصعب المهمه على الراجل اللي بياتاك. طيب عندي الماكسيمم باسورد ايج، يعني الباسورد اللي انا عاملها اللي اسمها باسورد او باسورد 1 او وات ايفر، تقعد شغاله معايا لمده قد ايه؟ مده 42 يوم، ممكن تزود ممكن تنقص زي ما حضرتك عايز. طب بعد ما تخلص ال 42 يوم دول نعمل ايه؟ الكمبيوتر هيجي وهو بيدخل الباسورد مش هيدخله، هيقول له يو ريكوايرد تو تشينج يور باسورد، انت مطالب انك تغير الباسورد بتاعتك، وبالتالي هيضطر ان هو يغيرها، وبالتالي يبقى معاه 42 يوم تانيين. طيب بعد كده عندنا المينيمم باسورد ايج، الحد الادنى لعمر الباسورد. المفروض سيادتك لما باجي ادخل مثلا على اليوزرز دي، مثلا يوزر دوت، واقول له اعمل ريسيت للباسورد بتاعتك، تمام، هكتب له الباسورد اللي انا عايزه 1 2 3 4 5 6 او اي حاجه اللي انا عايزها. المفروض ان انا في البروبرتيز بتاعت اليوزر في الاكونت بتاعه باجي اعلم هنا، المفروض ما اعلمش بقى على باسورد نيفر اكسباير، المفروض اشيلها واقول له يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، تمام. فيبقى اليوزر لو انا مديله باسورد 1 2 3 4 5 6، المفروض الراجل ده اول ما يجي يكتب الباسورد دي الكمبيوتر ما يكملش معاه، يقول له ريكوايرد تو تشينج يور باسورد عشان احمله المسؤوليه، عشان ما يجيش يقول لي اصل الراجل السيستم ادمنستريتور معاه الباسورد بتاعتي، فلما في فايلز او فولدرز عنده تعملها ديليت، فيجي يحاول يشيل التهمه من على نفسه ان هو ما عملش ديليت لحاجه، فيقول السيستم ادمنستريتور معاه الباسورد بتاعتي وهو اكيد اللي دخل وعمل الكلام ده. اللي ما يعرفوش ان السيستم ادمنستريتور مش محتاج يكون معاه الباسورد بتاعته عشان يديليت او عشان ياخد اي حاجه، السيستم ادمنستريتور ده يقدر ياكسس اي ريسورس او اي حاجه جوه النتورك الموجوده عندنا، ولكن خلاص هناخده على قد عقله ونحاربه بنفس اسلوبه. فاحنا هنخليه ان الباسورد اللي يحتفظ بيها تكون عمرها 0 دايز، تمام، بحيث ان هو بمجرد ما يكتب الباسورد يبقى ريكوايرد تو تشينج الباسورد دي، فما يتحملش انا مسؤوليه، هو اللي ايه، هو اللي مغير الباسورد من داي 1. طيب في بعض الاحيان انت بعد ما بتعمل كرييت الباسورد دي لليوزر وبتيجي تدخله على الكمبيوتر وتبتدي تعمل له كونفيجريشن للسوفت وير اللي انت عملت لها انستليشن قبل كده، تمام، يجي مثلا عايز يكونفيجر الميل سيستم او عايز يكونفيجر اي سوفت وير موجود عنده، فبالتالي انت محتاج تخش عنده كتير، فكل ما تخش عنده انت مش مطالب انك تخش عنده باليوزر بتاعك، لا انت مطالب تخش على اليوزر بتاعه هو، وعشان كده بتخش من على اي ريموت سوفت وير زي الفي ان سي، او حتى ممكن تستخدم ريموت اسيستنس من على الويندوز فتخش عنده على البروفايل بتاعه، لان الكونفيجريشن على البروفايل بتاعك لما تعمله وتيجي تدخل على البروفايل بتاعه هو، المقصود بالبروفايل هو البروفايل الخاص باليوزر، يعني لما يكون مثلا عندك واحد اسمه محمد الشاعر بيخش باليوزر بتاعه على الكمبيوتر، واحد تاني اسمه
عمرو عاطف، وبيجي يخش باليوزر بتاعه. كل واحد فيهم بيتكريت لي بروفايل على الكمبيوتر بتاعه. طبعا الموضوع ده مفروغ من امره، بس اوريكم سريعا كده في السي في قلب يوزرز هتلاقي كل يوزر عندي متكريت له بروفايل. طيب البروفايل دوت لما انا اكونفيجر سوفت وير بشكل معين على البروفايل بتاعي، لما اروح على البروفايل الثاني او لوجن باليوزر الثاني هلاقيه شغال باي ديفولت سيتنج. فاذا انا محتاج اريكونفيجر الكونفيجريشن اللي انا عملتها على اليوزر الاولاني عند نفس الراجل دوت. فاذا انا محتاج لما ريموت عليه اقعد اعمل شويه حاجات وافتح باليوزر بتاعه وادخل واخرج واعمل مش عارف ايه واعمل ريستارت، فمش عايز بقى اليوزر يفضل قاعد معايا وتعبني معاه. فخلاص انا عملت له ريسيت للباسورد من 1 لـ 6، فانا هعمل المينيمم باسورد اتش 5 ايام. يبقى هو قدامه 5 ايام عقبال ما يغير الباسورد دي. في خلال الـ 5 ايام دول انا في اول يوم بس او ما بسلمه الكمبيوتر بخش على اليوزر بتاعه بالباسورد بتاعته وابتدي اعمل كونفيجريشن اللي انا عايزه. وبعدين بعد الـ 5 ايام والراجل بقى اشتغل ولقى الدنيا ماشيه معاه كويس، هيتفاجئ ان هو بعد الـ 5 ايام حصل له المشكله ان هو مطلوب منه ان هو يغير الباسورد. طبعا ده سيناريو ضعيف، تمام؟ سيناريو ضعيف لان انا مش المفروض ان انا ابقى عارف الباسورد بتاعت اليوزر فور سكيورتي وايز. طيب في سيناريو تاني اقوى منه شوية، ان انا شغال في شركة بترول والمهندسين اللي عندي موقع بتاعهم بعيد عن الشركة، فهم باجراءات الشغل ان هم بيجوا يمضوا العقد بتاعهم في الاتش ار وبعدين يطلعوا لي انا في الاي تي، بروح مسلم لهم لابتوب، اللابتوب ده معمول له انستليشن للسوفت ويرز ومعمول له كل حاجة كونفيجرد خلاص ومدي له يوزر نيم بتاعه والباسورد بتاعته. الراجل دوت هيروح الموقع بتاعه هناك ويكونكت على الدومين كنترولر اللي موجود في الموقع بتاعه، ولكن الكلام ده هيتحصل مثلا بعد 15 يوم. يعني هو بيجي يستلم كل حاجة ويروح الموقع بتاعه بعد 15 يوم. فالباسورد اللي انا بديها له بتكون 1 لـ 6، عقبال ما يروح هناك اكيد هيبقى فاكرها. لكن لو هو غيرها عقبال ما يروح هناك بعد الهري والوجع القلب اللي هيحصل خلال 15 يوم، هيجي يقول لي انا نسيت الباسورد. فاذا انا عايزه يكون معاه فترة سماح للـ 1 لـ 6 دي 15 يوم، وبالتالي هغير المينيمم باسورد ايج 15 يوم ويفضل شغال بيها طول الفترة دي. اول ما يروح الموقع بتاعه يجي يفتح يقول له لا استنى بقى غير الباسورد، فيغيرها هناك فيفضل فاكرها ما يقعدش يتعبني كل شوية في هذه الجزئية. طيب المينيمم باسورد لينس، اللينس بتاعنا هنا اخر حاجة زيرو، يعني الباسورد لازم تكون فيها كم حرف او كم رقم او كم خانة. فيها 0 خانة؟ لا، احنا عايزينه مثلا 6 خانات. طيب يا ترى الباسورد ماست ميت كومبلكسيتي ريكويرمنت، يعني متطلبات الصعوبه في هذه الباسورد لازم تكون محققه. متطلبات الصعوبه كنا اتكلمنا عليها قبل كده سابقا، ولكن ممكن نتكلم عليها بسيناريوز اخرى. يعني زمان كنت بقول لسيادتك ان مايكروسوفت كانت شغاله او الناس كانت كلها شغاله بباسورد اسمها باسورد. فمايكروسوفت في سيرفر 2003 سيرفر 2003 حبت تعمل بعض الصعوبة في كتابة هذه الكلمة، فقالت لك انا هكتب البي كابس لوك والاي هتبقى ات ودبل اس دبليو 0 ار دي. فاذا احنا كده حطينا بعض من الصعوبة في كلمة باسورد. في سيرفر 2008 و2012 زودوا الصعوبة شوية من ان هم عملوها بهذا الشكل نفس الباسورد بتاعت 2008، ولكن خلوا الدبل اس بقى الدبل اس دولار ساين. طيب انت ممكن تاخد نفس الكلام ده بس تعمل فيه صعوبه زياده. يعني هي دي الكومبلكسيتي ريكويرمنت، يعني الصعوبه بتاعت الباسورد تكون بهذا الشكل، يكون فيها حروف كابيتال وفيها حروف سمول وفيها رموز وفيها ارقام، تمام؟ فاذا الباسورد دي احسن مثال للباسورد الصعبه. ممكن سيادتك وانت بتكتب الباسورد بتاعت سيادتك تعمل فيها موضوع من الصعوبة اكتر، انك تحول على اللغة العربية وتكتب نفس الباسورد دي ولكن وانت واقف على اللغة العربية، فتكون منظرها بهذا الشكل. مفيش حد هتوقع ان انت كاتب الحروف دي as a password. وممكن نعمل اكتر من صعوبة ان احنا نقسمها، يعني لغاية الاس دولار ساين دول يبقى ده in English فهتبقى كده، تمام؟ وبعد كده نكمل عربي فتبقى الباسورد بهذا الشكل. طبعا كل ما بتصعب الباسورد كل ما بيصعب اختراقها او سرقتها، وطبعا في نفس الوقت بتصعب على نفسك انت الشغل، ان انت كل ما تيجي تكتب الباسورد في حته تلاقي نفسك بتواجه بعض المتاعب في كتابه هذه الباسورد. طيب الستور باسورد يوزنج ريفرسبل انكريبشن، لان الباسورد دي بتعمل لها
ستور على الجهاز. يعني احنا مثلا لو عندنا 5 يوزر عملوا لوجن على الدومين، في منهم 2 فعليا هم دول اللي عملوا لوجن على الدومين من خلال هذا الكمبيوتر، فالكمبيوتر بيستور الباسورد بتاعت اليوزر ديت على الجهاز، تمام؟ فالثلاثه التانيين ما عملوش لوجن على الكمبيوتر دوت، فما حصلهمش ستور على الجهاز. طيب لما يجي يحصل مشكله في الدومين او حصل مشكله في النتورك، فالجهاز ده مش قادر يكونكت بالدومين كنترولر، فالاثنين اللي كانوا دخلوا قبل كده هم دول بس اللي هيقدروا يفتحوا الكمبيوتر ويزاوت ان هم يعملوا كونكت مع الدومين، اما الثلاثه التانيين لازم يكونكتوا مع الدومين، فبالتالي الجهاز مش قادر يكونكت مع الدومين، فمش هيحصل عمليه الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن اللي بتحصل. ف الاوبشن دوت المفروض ان هو بيعمل انكريبشن او تشفير للباسوردز اللي بتتحط على الجهاز، بحيث ان ما يعني ما فيش اي حد يقدر يدخل على جهاز الكمبيوتر ويقدر يهاك على الباسورد، تمام؟ لان المشكله بتاعت الناس ان هم مش عارفين يهاكوا على الباسورد اللي موجوده على ان تي دي اس فايل اللي موجوده على الدومين كنترولر، تمام؟ الا ان واثق ان في تولز بتقدر تهاك وتعرف الباسوردز الموجوده. فيجي من 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 ناحيه ثانيه تقول لك طالما انا مش قادر اوصل للدومين، خلاص انا هوصل لجهاز دخل عليه اليوزر دوت وابتدي اسرق الباسورد من الباسورد اللي معمول لها كاشنج على الجهاز، تمام؟ فيعني دي بعض الحاجات اللي موجوده في قلب اللوكال جروب بوليسي اديتور او جوه الباسورد بوليسي اللي موجوده عندنا. في نفس الوقت عندنا الاكونت لوك اوت بوليسي، دي من ضمن الحاجات المهمه، فهيجي يقول لك هنا الاكونت لوك اوت دوريشن قد ايه، ويجي يقول لك الفتره بتاعت اللوك اوت، وبعد كده الكاونتر بتاع اللوك اوت يحصل بعد ايه. في واقع الامر انت لما بتدخل على اليوزر عندنا جوه الاكتيف دايركتوري، بتيجي تبص تلاقي هنا حاجه اسمها انلوك اكاونت، فممكن تدوس عليها وتضغط اوكي، تمام؟ لو جينا بروبرتيز تاني، تمام، يعني هي متفعله معانا. الاوبشن ده وظيفته ان انا دلوقتي عايز ادخل بالباسورد بتاعت محمد الشاعر، فمحمد الشاعر ممكن يكون عامل باسورد بتاعته يكون his son، ابنه، اسم ابنه، وممكن يكون البيرث ديت تاريخ ميلاده، ممكن يكون الكار نمبر رقم العربيه، ممكن يكون السيل فون نمبر رقم الموبايل، يعني في اوبشنز ممكن اتوقعها فتضرب معايا. طب يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى نهاك على الراجل دوت محمد دوت الشاعر. جرب يا عم اول اوبشن، تاني اوبشن، تالت اوبشن، مش نافع. فانا لازم احمي اليوزر من محاولات الهجوم عليه، بيسموها بروت فورس، تمام؟ اللي هو محاولات ان هو يكتب الباسورد بشكل تخميني، تمام؟ فانا باجي اقول له هنا بقى، باجي اقول له ان لو حد حاول يكتب الباسورد لمده او لعدد 5 مرات مثلا، اقفل الاكونت، محدش يعرف يخش على الاكونت ده، اقفله، مش هيعمله ديسيبل، القفل غير التعطيل، تعطيل يعني صاحب الاكونت ذات نفسه كمان مش هيقدر يخش على الاكونت دوت، ولكن التعطيل ان انا اوقف عمل هذا اليوزر في الوقت الحالي لفتره معينه. الفتره المعينه دي قد ايه؟ انا بحددها اكونت لوك اوت ديوريشن، ممكن اقول له نص ساعه، ساعه، 10 دقائق، تمام؟ فيقدر يجرب 5 محاولات تانيين بعد 5 دقائق او بعد نص ساعه. باجي هنا اقول له ريسيت كاونت لوك اوت كاونتر افتر، يعني الكاونت اللي بيعد 5 محاولات دخول دوت، هل المفروض ان هو يتمسح؟ المفروض ان هو يتمسح، علشان بعد كده لو حد حاول تاني يخش اقدر اعرف ان هو دخل فاقفله تاني. فاجي اقول له مثلا بعد 5 دقائق، بعد 5 دقائق رجع الكاونتر ده لزيرو تاني، بدل ما هو وصل لخمسة وصله رجعه لزيرو تاني، ويبقى معاه 5 محاولات اخرى، تمام؟ فدي اليوزر لو يعرفوا الموضوع دوت، يعني مثلا واحد يكتب الباسورد بشكل غلط فالاكونت يقول له لوك اوت، فيكلم الادمنستريتور علشان الادمنستريتور يعمل ريسيت للباسورد، فالادمنستريتور اللي مش فاهم بيروح عامل ريسيت للباسورد، ف
فالراجل يجي يدخل الباسورد الجديده ما تفتحش معاه، هو الادمنستريتور مش قادر يفهم ان هو ما كانش محتاج ان هو يعمل ريسيت للباسورد، لا هو كان محتاج ان هو يشيل الانلوك اكاونت، تمام، لان الاكاونت اتحصل له لوك فاحنا عايزين نخليه انلوك، تمام. طيب كل الحاجات دي زي اللي بيحصل بالظبط بالظبط ايام او مش ايام لما بتيجي تخش على اي اكاونت ليك على الفيسبوك على الهوت ميل على ياهو على اي حاجه من الحاجات دي كلها، لو كتبت الباسورد بشكل خاطئ هيقول لك ان انت عديت عدد محاولات الدخول، فبعد اذنك تعالى بعد نص ساعه جرب مره تانية علشان نسيف الاكاونت برايفسي بتاعتك ونحميك من البروت فورس. طبعا في كلام تاني عايز اقوله في هذه الجزئية هنكلمه ان شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.